يعيش مجلس المستشارين على ضوء فضيحة جديدة حينما قرر رئيسه حكيم الشماس تمرير توصية جديدة بالمجلس الإداري للرفع من أجور مساعديه الأقربين بنسبة 100% عبر منحهم تعويضات شهرية تصل إلى 40 ألف درهم في الشهر لتضاف إلى أجورهم التي تناهز نفس القدر تقريباً. وتقول مصادر من داخل مجلس المستشارين أن المستشار حميد كوسكوس اعترض على تمرير التوصية وطالب بتعميمها على كل الموظفين والعاملين في المجلس دون استثناء وعدم الاكتفاء بمقرب الرئيس البالغ عددهم 12 فردا. ولم يخف المستشار المعروف بصداقته مع رئيس المستشارين غضبته على هذه التصرفات مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار هذه الممارسات والتي لا تضمن التكافؤ والإنصاف لكل الموظفين. جدير بالذكر أن المجموعة التي يسعى بن شماس لمضاعفة تعويضاتها يتقاضى كل عنصر فيها مبلغا يوازي أو يفوق 40 ألف درهم شهريا، وإذا أضيفت إليه هذه التعويضات فستنافس أجور هذه الفئة من الموظفين أجر رئيس الحكومة.